بعد، فمما يعلم من دين الله بالضرورة أن الله تعالى ما خلق الخلق إلا من أجل عبادته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ورتب الله تعالى على العبادة جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه الله تعالى الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وهذه ودخول الجنة، ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن دخول الجنة برحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. لكن الذي ينبغي أن يعلمه كل مسلم، إن كان دخول الجنة برحمة الله وبفضل من الله عز وجل، فليعلم كل مسلم أن اقتسام المنازل والدرجات يوم القيامة على حسب الأعمال، دخول الجنة برحمة الله، وأما اقتسام المنازل والدرجات فعلى حسب الأعمال، وعلى حسب ما تفعل من الطاعات، وعلى حسب ما تجتنب من السيئات. ولذلك إذا أردت أن تعرف درجتك في الجنة وأن تعرف منزلتك في الجنة، فانظر إلى موضع العبادات والطاعات، فانظر إلى فتأمل موقفك من فعل الطاعات، وتأمل موقفك من ترك السيئات.